صفحه بيصير مشكله بيني وبين حدا، بتعرف هالشيء انت اوكي. وانا يمكن قريب منك لانه بدي مصلحتك. لا انا قريب منك وليه بدي احنا قراب من بعض وبعاد من بعض. هذا غير حديث، ما غير حديث. انا ما عم بقول شيء من هذا غير حديث اللي عم بحكيك اياه حنان. بربك بعمرك 21 سنه عن جد، يعني احكي على قد ما بنت عمرها 21 سنه. عم بحكي على قد ما بنت عمرها اكثر من 21 سنه ان شاء الله. هيدا ما انت عم انت قلت هالحكي. شو انا انت قلت انه بس هيدا الموضوع اللي عم بحكيك اياه ما خص قراب من بعض ولا هيدا موضوع. حبيبتي حبيبتي انا عم بحكيك موضوع هلا زعلك، غير موضوع اذا نحن قراب من بعض ولا لا. طيب سؤال، وقتها تشوف انسان مخنوق واصلا بيأنب حاله لحاله بيزيد على حاله فوق كل شيء، بيزيد على حاله. زيديهم هون زيديهم، بيزيد على حاله، بيزيد على حاله منه لحاله، بتفكيره ببلش يفكر انه هو نومينيه من نهار الاحد. انا ما من نهار السبت عن جد ما فكرت ولا مره انه انا نومينيه بهالجمعه ولا حكيت شيء عن النومينيه. تذكر الجمله اللي قلت لك حكيت شيء عن النومينيشن بعد هيدي شرره ايه او لا. حبيبتي حبيبتي انا شو حنان حنان انا شو مصلحتي؟ انا مصلحتك شيء؟ انا شو مصلحتي اجي هلا وتعب اعصابي وعلي صوتي وعصب؟ ليه ما تفكري بهالطريقه حنان؟ انت ليه بتزعلي ست ايام؟ غلطتي، ليه بتزعل ست ايام؟ ليه ما بتنطر النتيجه؟ قلت لك هيك ولا لا؟ لا انصدم بالنتيجه يعني. يا حنان ليك عم عمرك 21 سنه، احكيني بوعي وبمنطق. قلت لك 100 مره وقت اكون عم بحكيك ما تروح وتتركني بليز. 100 مره عم بحكي. انت بتطلب اللي بدك اياه، واذا تعصبت عليك وزعلتي انا ما بحق الا انا اخذ موقف منك، صح ولا لا؟ النوم طلعت اعطيني الالبوم، حطيت الالبوم ونزلت. اه منك معصبه منك انت معوده. يمكن انا زلمه واعي اكثر من اللزوم، وبنصحك تكوني واعيه اكثر من اللزوم. لا مصلحتك. لا مصلحتك.